هذا موقف شلال قصبخ، هني موقف السيارات، تدفع فيها تدفع 5 فرنك وتحط على تحط البطاقة تحط التذكرة على السيارة. هاي خارطة توضح لك صوت الشلال، شلال قصبخ، الأوتيل اللي جنب الشلال طبعا يقع على بحيرة برنز. هذا هاي صورة عند المدخل. طبعا انت لكن فيها بحيرتين فقط، بحيرة برنز وبحيرة ثن، هاي البحيرتين اللي في انترلاكن للمعلومية. هاي صورة قبل الدخول عند الباركينج. هذا واحد من الشلالات المهمة جدا اللي هو اسمه قصبخ، وانصح بزيارته لمحبي هذه المناظر. شوفوا كيف راع وين ينزل، وعلى البحيرة طوالي. شوفوا البحيرة اللي من المعالم المهمة جدا هنا في مدينة انترلاكن، اسمه قصبخ، شلال قصبخ. سوي زوم. شوفكم فين، نصور من زاوية ثانية. ما زلنا في قصبخ، هاي من زاوية ثانية. شوفوا وين يهد الماي، هاي الاسكرة. من ورا الماي رشوت. هذه هاي تقرير عن قصبخ، شلال قصبخ في انترلاكن، مكان يستحق الزيارة وبقوة.